هي خطواتها الفترة الأخيرة كانت ثابتة كلها. هل كان مستر إكس آخر ما جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي؟ وأنا إزاي عايشة مع بني آدم عامل كده؟ الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير. بالتصريح ده على الانستغرام نهت هنا الزاهد التساؤلات والأخبار اللي زادت في الفترة الأخيرة حوالين انفصالها عن زوجها أحمد فهمي. فمن الصيف الموضوع ده كان الأبرز بعد انتشار خبر خلاف هنا مع شقيق زوجها كريم فهمي وزوجته وإلغاهم لمتابعة بعض على السوشيال ميديا، وباين إنهم في الفترة دي كانوا منفصلين بس حاولوا يخفوا الموضوع بسبب تزامن الخبر ده مع عرض فيلمهم مستر إكس عشان ما يتمش التشويش عليه. فشفناهم حضروا مع بعض العرض الخاص، وساعتها سألنا أحمد عن صحة الخبر. أنا متعود، أنا طول الوقت لو ما طلعش عليا إشاعة في اليوم بقلق، دي شغلانتي ودي ضريبتها، ان انت كل يوم بيطلع منه كلام بيبقى صح وكلام بيبقى غلط، لما يبقى في معلومه صحيحه بطلع اكدها او غلط بطلع عن فيها. ومش بس احمد، كمان هنا في لقائها في الفتره دي كانت بتعبر عن حبها لي. انا بالنسبه لي احمد يعني انا اكتر واحد بحب اشتغل معاه بعد الواد سيد الشحات، بقالنا كتير قوي ما اشتغلناش مع بعض، فبالنسبه لي الفيلم ده سينما وده اول مره مع بعض في السينما، فانا متحمسه قوي. واللي بيدل اكتر على انهم انفصلوا من فتره الصيف هي عدم تفاعلهم مع بعض ساعه عرض مسلسلاتهم سيب ونسيب لهنا واحمد السعداني اللي حقق نجاح كبير، ومن بعده سفاح الجيزة لأحمد فهمي واللي كمان كسر الدنيا، فغابت هنا عن العرض الخاص للمسلسل. وساعتها اي تي بالعربي حاول يسأل أحمد عنها بطريقة غير مباشرة فسألناه عن نجاح مسلسلها. بارك لها جدا، نجاح كبير وإن شاء الله بإذن الله الخطوة الجاية تبقى أحسن كمان. هي خطواتها الفترة الأخيرة كانت ثابتة كلها وأصبحت من نجوم الصف الأول، فبقولها مبروك هنا. وباين إن الكلام ده حط هنا تحت ضغط، فنزلت بوست متأخر بركت له فيه وقالت فخورة بنجاح المسلسل اللي تعبت فيه قدام عيني، وترجع تعبان جدا من المسلسل نفسيا من المشاهد الصعبة دي، مبروك ومبروك لكل كاست العمل. فواضح إن هنا وأحمد واخدين قرار بالانفصال الهادي على الأقل قدام الجمهور والإعلام، وحابين إنهم يحافظوا على الصورة الحلوة ليهم كثنائي جمعهم زواج وحب. وكان اي تي بالعربي شاهد على أكتر من مومنت ليهم سوا. لا هو والله مش رومانسي بالحقيقة، هو الأكشن اللي بيبين، لكن هو ما بيعرفش يقول الكلام اللي هو الرومانسي والكلام ده، أنا بقى بقول عادي، لكن هو ما بيعرفش يقول الكلام ده، بيجي بيقولي أنا ملزق ما أقدرش. بس الأكيد إنه كان مصدر سعادتها. بيضحكني بس زمان عمال يبص على البتاعة دي ويعمل كده. وهي كانت من أكبر الداعمين ليه، وده اللي قالته لنا عنه بالتزامن مع إطلاق فيلم العام. أنا أول ما جاله الفيلم ده قلت له هو ده خطر، يعني أنت لو عملتوش صح هيبقى خطر يا أحمد. فراح قال لي لا أنا متحمس ومش عارفة إيه، أنا كنت الأول خايفة قوي من الموضوع ده، بس لما شفته أنا كرهته والله. تكلمته بعد الفيلم، أنا ما روحتش العرض الخاص، أنا روحت بعد العرض الخاص لوحدي كده ورحت مع عيلتي وبتاع واتفرجت عليه. كلمت دكتور احمد انت مرعب، انا اصلا انا خفت، انا هو انا ازاي عايشه مع بني ادم عامل كده؟ وبدوره هو كمان كان بيدعمها باعمالها وفخور بيها كممثل. الميزه في هنا الزاهد كممثله انها محترفه جدا، هي بتعرف تقول الافيه ازاي، بتفهم الهزار كويس قوي، ما شاء الله هو ربنا صرف لها قبول. ففي الاخر كانت اضافه ومهمه جدا للفيلم، وبشكرها على دورها. وبالعكس انا هنا كواليسها كلها في الفيلم بتكون مريحه لانها محترفه وعارفه جايه تعمل ايه.